هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا وسط مدينة دير البلح بالصواريخ. لا لا ان شاء الله. ارجع ورا يا عم، ارجع ورا، قدمش قدمش يا عم. مكان هنا معظم الاخيام نازحين زي ما شفتوا في الاستهداف، يعني زي ما شفنا قبل شوي البيت هذا كان مضروب جزء منه، لكن الصاروخ الاخير كمل على باقي البيت والحق اضرار كبيره جدا في البيوت المحيطه للمكان المستهدف. في حد فيش شهداء، لكن واضح جدا انه الهدف من الاستهداف كان اللي هو التدمير وإتلاف المكان كاملة.